متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الشبابي كومونتير، البرنامج اللي كيهتم بقضايا الشباب واللي كل اسبوع كنناقشوا فيه موضوع كيهمهم. واليوم عندنا حلقه استثنائيه، حلقه خاصه بشابه مغربيه خصات انها تولج واحد المجال كان حكر على الرجال وما كيشتغلوش فيه بزاف النساء عندنا في المغرب، هو مجال ميكانيك. اليوم معنا نسرين شعراء، مرحبا بك نسرين. شكرا، ربي يخليك. الوغ نسرين، السؤال الاول اللي غادي اي مغربي غادي يسولو لك، علاش هاد الدومين هذا؟ هاد الدومين هذا كيعجبني بزاف من الصغر، ومهم انا كنت مهتمه به بزاف حيت كنت كنمشي للكراج عند خالي، وكيعجبني انني حيت هو كان عنده كراج ميكانيك وكنقص معاه النهار كامل تقريبا، ملي كنسالي القرايه ديالي وانا النهار كامل وانا معاه، ويمكن كنعاونو شويه، كنهز انا لي بياس، كنجرب راسي واش كنعرف ولا لا. لقيت راسي مرتاحه فيه بزاف، يعني لقيت راسي كيعجبني اكثر. كنقول ليه فوقاش يعني نوصل داك الكراج باش نبقى دائما النهار معاه كامل نخدم معاه، وكيعجبوني يعني هادشي فيه السيارات، كيعجبوني السيارات والموديل صافي والسوار ديال السيارات، وما داكشي عندي في كهوايه يعني كيعجبني من الصغر. داكشي جا فوق 12 عام الفوق وانا مهتمه بهذا. سمحي لي قطعتك، وامتى انت اختاريتي ان هذا الدومين هذا، هذا المجال هذا اللي غتشتغلي فيه غادي يكون ماشي مجرد هوايه، ماشي مجرد شي حاجه عابره، غادي يكون الحاجه اللي غادي ترزقي منها واللي غادي تخدمي فيها ديما؟ هذا الشيء كان منين ساليت القرايه صافي، قلت غادي نكمل في الميكانيك، هذا الميكانيك هو اللي كيعجبني، يعني هذا الدومين هذا اللي غادي نكمل به، يعني شي حاجه عندك الاراده فيها هي اللي غادي تكملي فيها، فهمتي هكا؟ فهمت يعني قالوا يعني بقيت كنقول انا ميمكنش يعني غادي شي حاجه كنبغيها ونتخلى عليها، يعني غنكمل فيها. صافي هزيت الاخر الشهاده ديالي ومشيت للاخر، مشيت للاستا وقبلوني صافي، وبديت معاهم من ازيرو القرايه. مشيتي للتكوين المهني باش تاخذي الفورماسيون ديالك والديبلوم؟ واه صافي، ومشيت وقريت تما دابا عامين صافي، وخديت الدبلوم صافي والحمد لله، كنت ناجحه في الاخر، ناجحه. برافو عليك نسرين. وبالنسبه فاش دخلتي تقراي، واش كانوا بزاف ديال البنات معاك كيقراو حتى هما الميكانيك، ولا كنتي غير انت بوحدك وسط الدراري؟ لا غير انا وسط الدراري، حيت اول مره جيت، حيت هنايا في مدينه الريف ما كيكونوش بنات دايرين بزاف الميكانيك، حيت بحال ما كيتزعموش على هذا الميكانيك. انا اول وحده زعمتهم، بس دابا عاد ولاو كيديروا، يعني قبل ما كانوش كانوا كيقولوا لا ما يمكنش نديروا حنا هذا المجال ديال الدراري، يمكن ما نطلعوش فيه، يمكن غيكون شي مشكل. صافي انا درتو، صافي منين درتو حتى الناس تشجعوا، البنت كتشجع امها كتقول لها شوفي هاد البنت هادي نوريك الصوره هادي نوريك ديك الصوره، صافي ولاو حتى هما ولات عندهم فكره عاديه. ولكن يعني غير هنايا مدينه نضر، يعني جهاد الريف، فهمتي؟ جهاد الريف فيها غير نسرين صافي. وفاش في اول نهار فاش دخلتي انت المعهد تقراي والدراري شافوك انت بنت، كيفاش كانت ردات الفعل؟ اول مره كنت الصراحه كنت حشمانه حيت انا بنت وما دراري، المهم كانت عندي شويه، ولكن كانت فيا شويه الجراه صافي. دخلت عادي، جلست، قال لي الاستاذ مرحبا بك وشجعني في النهار الاول. هذاك الاستاذ قال لي شوفي يا بنتي، انت دابا وسط هاد الدراري ولكن انت غادي تكوني احسن منهم ان شاء الله، تكوني انت يعني شي حاجه قدوه ديهم صافي. وكتبدا كنقرا الدروس ديالي، كنتابع القرايه ديالي، كنحضر لي ستاج وداك الشيء كامل صافي، وخديت لافورماسيون ديالي صافي، وليت مزيان. برافو عليك نسرين. وبالنسبه للوالدين ديالك فاش قلتي لهم انا بغيت ندير هاد الدومين هذا هو اللي كنشوف فيه راسي، شنو قالوا لك؟ بالنسبه للوالدين ديالي في الاول كانوا رافضين الفكره، يعني كانوا كيقولوا لا ما يمكنش، يمكن غادي كيقولوا هما زعما غتمشي للكراج وتلقى مشكل الدراري، راك عارف الافكار. صافي انا قنعتهم في الاول، قنعتهم قلت لهم لا راه خصني ضروري ندير هذا المجال هو اللي كيعجبني صافي. قالوا لي غادي نساعدوك غادي نشوف شنو غدير صافي. منين شافوني نجحت وليت مزيانه وليت يعني الناس كيهضروا معايا بواحد الاحترام وداك الشيء صافي، هما ولاو كيبغيو يعني حتى هما هذه المهنه، ولاو كيزيدوا يشجعوني عليها. غير في الاول اللي كان شويه ديال التراجع، ولكن صافي في الاخر صافي. انا بالنسبه ليا كبنت كنشوف هاد المجال هذا بالنسبه ليا صعيب، لان كيطلب واحد مجهود بدني وذهني وزعما بزاف ديال الحوايج اللي ماشي اي واحد يقدر يديرهم. صراحه هاد الميكانيك هذا يعني بحال قلتي صعيب، ماشي ما صعيبش يعني صعيب، ولكن الانسان اللي كيبغي هذا الدومين كيرتاح فيه، هذيك ما كتبانلوش ديك الصعوبه وداك الشيء. هو فعلا صعيب حتى على الدراري، حتى الدراري دابا كتلقايهم كيقول لك لا راه هي صافي يعني ما نقدروش نكملوا في هذا الشيء، راه هادشي فيه الثقول، فيه الزام، فيه القرايه، فيه بزاف ديال الحوايج. ولكن انا صبرت، مع ذلك صبرت حيت كنبغي داك المهنه صافي، صبرت وكملت. يعني دونك
حتى نعطي شويه الوقت الراحه لراسي وفي نفس الوقت كنخدم، يعني ما كندير شي مجهود ديالي يقدر يمشي. دونك اي واحد جاب لك، دونك اي واحد سمح لي قطعتك، دونك اي واحد جاب لك طوموبيل ما عارفش المشكل اللي فيها، انت كتقدري تعرفي المشكل وتحليه. اه جميل. كملي. دابا عامين دابا عامين يعني صافي، يعني درت دوزت لي ستاجي ديالي، دوزت كلشي، شديت الدبلوم ديالي، وباقا ان شاء الله غادي نزيد تكنيسيان، يعني غادي نكون شويه افاق كبير ونزيد عاوتاني، نزيد شي سنين ولا سنين، غنكمل 6 سنين ديال القرايه باش يكون عندي افاق كبير فهادشي، باش نمشي بعيد فهاد المجال. ما بغيتش ان شاء الله بغيت نتوقف واحد الدبلوم، بغيت نزيد بزاف ديال لي دبلوم باش نحل بهم كراج كبير ولا شي شركه هكا، يعني نكون متوفقه فيه. ان شاء الله كل التوفيق لك نسرين. وبالنسبه لنظره المجتمع، السيد ولا المراه فاش كيجيبوا الطوموبيل وكيلقاو بنت هي اللي غادي تصيبها، كيفاش كتكون الرياكسيون ديالهم، كيفاش كيتعاملوا معك؟ صراحه كيتفاجئوا هنايا خصوصا في الريف، يعني واحد كيتفاجئوا بزاف، كيقولوا لي كيعيطوا عليا، كيقولوا ما يمكنش واش انت كتصوبي السياره، واش انت شوفي يديك اري شوفي يديك، يعني بحال هكا. ولكن يعني كيشوفوني حتى كنصوبها كنقنعهم، فهمتي؟ شي واحد كيقولها لواحد، وكيجيو عندي للكار بزاف ديال لي كليان، يعني البنات، يعني البنات اللي ما كانوش كيجيو مثلا كتصيفط راجلها يصاوب لها السياره، ولات كتجي حيت كتقول لهم راه كاينه بنت تما، كنتفاهم معاها. يعني كيتفاجئوا في الاول، ما نقولكش زعما ما كيتفاجئوا، كيتفاجئوا، ولكن في الاخر بحال كيولفوا يولفوا انا كاينه في داك الكراج صافي، وكيشجعوني والله. دابا النظره ديال المجتمع كل واحد والنظره ديالو، كاين اللي عنده نظره زوينه وكاين اللي كيقول له فيك خايبه، يعني بجوج الحوايج، وانا متقبلاهم بجوج، ما عنديش مشكل. برافو عليك نسرين، لان بزاف ديال الناس ملي كيشوفوا بنت كتشتغل في مجال اللي فيه كتوسخ يديها، فيه كتعرق، فيه كتنقسم الانوثه ديالها، واش هذا الشيء بالصحه نسرين؟ بالصح، مثلا دابا كاينين الانسان اللي كيقول ان البنت كتنقسم الانوثه ديالها، بحال قلتي كتخدم في كراج ومعها الشافي وداك تخو، ولكن ما كاينش هاد الحاله، حيت كاينين لي وانسيت، كاين الصابون، كاين ما يمكنش، حيت هادشي غادي دير الدار غدوجي، ولكن يعني ماشي غتوسخي شي وسخ اللي غادي يوسخ لك الصوره ديالك، هذيك غير مجرد خدمه، هذيك غير صوره نمطيه. كي انا عطيت مثلا اللي كيخدموا في الطبخ، راه حتى هما كيوسخوا يديهم، العجينه بحال كذلك الطوموبيلات، يعني ماشي شي وسخ نيتي غادي تقولي عادي، الصابون والماء كيتفك داكشي في البلاصه، يعني في البلاصه، يعني داكشي كيتفك. تبارك الله عليك نسرين. اللي كيقول هذه الفكره اللي ما عندوش ان راه زافيلو والتيد كاين في الدار، هذاك الشيء يعني موجود كلشي، يعني فهمتي الفكره واضحه نسرين. دونك انت دابا ملي دخلتي لهذا المجال هذا وشفتي انك قدرتي الحمد لله توفقي فيه وعندك فيه امال وطموح، شنو كيمثل لك انت هذا الشيء كشابه كامراه مغربيه؟ هذا الشيء يعني انا مفتخره به بزاف، اول حاجه يعني مفتخره فيه ومستحيل نتخلى على هذا المجال واخا ما عرفتش شنو يوقع، يعني انا كنشوف راسي مزيانه غاديه فواحد الطريق اللي زوينه ومرتاحه انا شخصيا فيها، ما كيهمنيش انا يعني الاخرين واش مرتاحين ولا ما مرتاحين، انا مرتاحه فهمتي، ويعني كون كنت كندير شي حاجه اللي ماشي مزيانه هذيك الساعه نقول لا غادي انب لي ضمير، ولكن انا مادام انا مرتاحه والديا مساعديني فرحانه، يعني فرحانه الحمد لله ان شاء الله غادي نوصل، يعني غادي نوصل ودايره قدامي احلام بزاف في هذا المجال ان شاء الله يا رب تحقق كاع الاحلام ديالك نسرين. دونك باش نساليو الحلقه ديالنا، ما كرهتش من عندك رساله للشباب والشابات بالخصوص اللي حتى هما عندهم طموح وعندهم احلام ولكن ما قادرينش يديروهم حيت خايفين من نظره المجتمع؟ انا بالنسبه لي اللي غادي نقول للبنت او الدري، غير الا كانت شي حاجه كتعجبك انتيا ديريها، ما تبقاش تشوفي شنو كيقول المجتمع، هادي ما عجباتكش هادي عجباتك، حيت انتيا كتشوفي شنو كيعجبك، ماشي من الضروره يكون الميكانيك، ومن اي حاجه كتعجبك ديريها في حياتك فهمتي، يعني حيت دابا في الاول غادي يلقاو مشاكل خصوص البنات، غتلقى مشكل مع الناس والهضره ديال الناس، ولكن في الاخر الا صبرات غادي توصل ان شاء الله، وحتى الدراري كذلك، يعني الا كان شي واحد عنده شي طموح وشي حاجه غير يكمل فيه ما يبقاش يتراجع، حيت بزاف ديال الدراري كيصيفطوا لي الرسائل في الفيسبوك ولا في الصفحه ديالي نيتينا عافاك تقولي لنا نصحينا كيفاش نديروا الميكانيك، والله الا كنعطيهم نصائح كيفاش يتوجهوا كيفاش يدخلوا لهذه المهنه، حتى البنات حتى البنات هكا مباشره ولا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب، المهم كنعطيهم كنجاوبهم على لي كومونتير ديالهم، نجاوبهم على السؤالات ديالهم،
حتى انا بغيت نشوف شي بنت واصله في هذا الشيء، ماشي غير انا، بغيت كاع البنات المغربيه يكونوا بحال بنات اوروبا وبنات، يعني يكونوا حتى هما موفقين في هذا الشيء، يكون مساواه بين الرجل والمراه ان شاء الله. هذا هو الحلم ديالنا كاملين. دونك شكرا لك بزاف نسرين، وانا زعما كنتمنى لك التوفيق، والله يعاونك في هذا الشيء اللي ديري وتحقق على الاحلام ديالك. شكرا اختي اميمه، شكرا، ربي يخليك. مرحبا. وهكا متابعينا غادي نكونوا سالينا الحلقه ديالنا لهذا اليوم، وموعدنا كيتجدد بكم في حلقه جديده ان شاء الله.